من ضمن التعليقات عاوز اقول لكم تجربتي في وظيفه الكول سنتر في بنك السي اي بي. انت الانترفيو بتاع الكول سنتر، الانترفيو بيكون اسئله بتخص الشغل اللي انت تشتغله، يعني هيشتغلك على اسئله خاصه بخدمه العملاء، تتعامل ازاي مع الغاضب، المنتجات بتاعت بنك السي اي بي او المنتجات بشكل عام فحاول تقرا عنها، المعاملات مع العملاء وازاي هتسوق لمنتجات البنك، تكنيك التسويق بالنسبه لك، بيكون حد من الاوبريشن العمليات داخل البنك وبيكلمك وبتفتح الكاميرا وبيسال شويه اسئله وبيشوف انت هتقبل بالنسبه لهم ولا لا. الموضوع سهل، ولكن اهم حاجه انك تركز على هذا الموضوع، ان يكون عندك اهتمام بالتركيز على هذه النقاط وتلبس كويس قوي، لانك حتى لو انت عن طريق زوم او عن طريق الكاميرا البس كويس، رد عليهم بشكل مباشر وانت واثق من نفسك، كل ده هيعمل فرق كبير وانت بتتعامل معاهم، واضاءه كويسه في اوضه هاديه، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير، وحط سماعه لو الصوت واطي من عن طريق اللاب علشان صوتك يوصل بشكل واضح، وربنا يوفقك واقرا عن البنك كتير.